وبالمناسبه في قناه النادي الاهلي خلال الاسبوع ما قبل هذه المباراه هتلاقوا مفاجآت كثيره جدا جدا معانا هنا في ملعب الاهلي. هنعمل لحضراتكم مفاجآت كثيره جدا، وان شاء الله يوم المباراه هنعمل لحضراتكم مفاجآت كثيره جدا تليق باسم جمهور النادي الاهلي، لانه على قد ما نقدر وعلى قد الحقوق اللي معانا هنحاول نكسر لكم الدنيا ان شاء الله خلال الفتره القادمه، ودايما نحاول نخلي حضراتكم معانا. هو ده اللي نملكه، هو ده اللي نقدر نعمله، لانه انتوا سندنا وانتوا ظهرنا، فهنحاول برضو نعمل لحضراتكم ونخليكم معانا. وعندنا بقى مفاجآت مع ولقاءات مع بعض النجوم الكبار اللي هيكونوا خلال الفتره اللي جايه لهم رايهم في هذه المباراه خلال الفتره القادمه. فيعني استنوا الاسبوع اللي قبل المباراه ان شاء الله، بعد مباراه النادي المصري، مباراه النادي الطلائع بكره، وبعد كده ان شاء الله مباراه النادي المصري يوم الجمعه. الاسبوع بقى اللي بعد مباراه الجمعه ده مباراه السوبر هتبقى يوم 20 اللي هو يوم الخميس. الاسبوع ده ان شاء الله هنعمل مفاجآت كثيره جدا ان شاء الله داخل قناه النادي الاهلي، علشان كل جمهور النادي الاهلي يقعد يتفرج علينا، وساعه المباراه بس هو اللي ممكن يسيبنا ويرجع لنا مره ثانيه.